اهلا وسهلا بكم في مطبخ أمولة للكيتو واللو كارب والاكل الصحي. يلا نشوفوا طريقة وعمل فخارة اللحم في نظام الكيتو واللو كارب. شوفوا مقادير طريقة تحضير فخارة اللحم بعجينة الخبز. ندخل في المقادير على طول. عندي كوبين من دقيق اللوز، عندي كوبين من دقيق اللوز ونص ملعقة شاهي ملح، عندي نص كوب جلوتين وملعقة زنتان قم صمغ الزنتان، حتى هذه الخبزة من غير بيض، وملعقة أكل ألياف الشوفان، وملعقة صغيرة بيكنج باودر إذا حابين. نخلط المواد الجافة مع بعضها. خلطنا المواد الجافة. عندي كوب ماء دافئ، ضفت لها ملعقة أكل خميرة الخبز فلقيتها انتفخت تمام من غير ما نضيف عسل ولا نضيف سكر، بس نصبر عليها دايما نخلي فيها 10 دقائق ربع ساعة نخليها تطلع الانتفاخات فيها. نشوف العجينة هل تتلم، نشوفها نضع فيها الصوت صوت انها تلم لي العجينة التمت. ونحب في الاخير نضيف ملعقة اكل زيت زيتون ونلم العجينة. تمت من غير اي مشهود، نمسكها بيدي نشوف القوام، هل هذا القوام اللي بيساعدني بنسوي القدر الفخار اللي باللحم. وهذا طبق مشهور في المطبخ التركي بس بنديرها على طريقة الكيتو على طريقتي. هذه العجينة تمام، نخليها ترتاح ونشوف الحشوة اللي بتصاحب هالعجينة. العجينة خليتها ربع ساعة، حسيت انتفخت لنا الجو الحر ونبي نفردها، لكن قبل ما نفردها بناخد جزء، ناخد جزء من العجينة، هذا جزء من العجينة ونخليها على جنب. بعدين نقولكم ليش خليتها على جنب، نغطيه. وعندي هالخبزة نشوفها انتفخت، يعني نبي نفردها. نفرد العجينة ونفردها طبقة متوسطة مش رقيقة، يعني في الوسط، لأن مش حنستعمل قدر فخار، هي نفسها حنستخدموها قدر، هي نفسها الخبزة حتكون القدر اللي بنحطه فيه اللحم واللي بنضيف عليه الخضرة. نحس فيها هيك تمام. نشوف هل نقدر نشيلها، نقدر. وعندي اي صينية، انا عندي الصينية هذه بنستخدمها للقدر، نحطها هنا ونحط العجينة جوا. نشوف تساعدها، نبيها نضغط عليها تخش جوا، نبي نطلع الهواء لانها باش تنفتح ونضغط عليها. هذا القدر لنفرين، نقدر نديرهم مع احجام صغيرة، تغطى عليها مش نقدر نطلعوا القدر. في هذه الاثناء انا بنحط الروزماري، روزماري كليل الجبل هو الاول، ان بعدين نبي نقلبها، نبي الروزماري يعطي ريحة للحم منكة. عندي فلفل اخضر حار، طبعا هذه الحاجات اللي انتو تحبوها. عندي توم، سنون توم، عندي طماطم صغيرة مقطعة، نحط الطماطم، نحاول ما نخليش فيه مية لأنه هو حيطلع مية في العجينة. عندي بصل أخضر، فرع بصل أخضر، نحط البصل. وعندي الفلفل الملون، نحط شوية فلفل ملون. وعندي ملعقة سمن يعطي نكهة حلوة للحم، نحط السمن. وعندي لحم سلكته، لحم خروف سلكته نص سلقة، لان لو حطيتها ني حطيتها في الخبزة ني مش هيطيب طبعا، فحطيتها نص سلقة. وحطيت البهارات ملح فلفل احمر فلفل اسود كركم وبزار شوية قرفة، هذا هو لحم. نحطه اللحم وطبعا فيه ملح، شفتوني محطيتش ملح لان هو اللحم نفسه فيه ملح فمش لازم. وبعدين نحاول نسكر القدر
تفكروا كويس باش الخبزة تطلع. عندي الصينية اللي بتدخل الفرن اللي بنقلب قدرة اللحم، طلعناها ونسويها، نسوي القدر، نحاول نسكر. هذا ليش عرفتوا السبب؟ خليت الطماطم فوق والفلفل والروزماري باش امتنفتوها تطلع لنا ريحة حلوة. وعندي صفار بيضة وحطيت فيها السكر أليلوج. ليش حطيت الأليلوج؟ لأن نبي القدر يتحمر، لأن الأليلوج يخلي من غير ما يعطيني طعم سكر. وما زال القدر ما كملش، شنو يبي القدر نخليه على جنب. وعندي العجينة اللي باقية، في المثل في الوسط، لأنه هو قدر أكيد عنده مخطة. نمسحها، نحاول إن نمسكها جوا تلصق. أخذ العجينة اللي فضلت اللي ما تعبتنيش، ما فيهاش بيض، ما فيهاش الجبن. نفتحها، نضم هذه حتى هي. وبعدين بندير الضفيرة، نبرم اثنين على بعضهم، ندير القدر، ندير المخطة، مخطة القدر. تحصلنا على قدر اللحم، نشغله الفرن على 180 درجة ونخليه نين يطيب الخبزة ويطيب اللحم ونشوفها اتحمرت ونشوفوا قدرة اللحم ان شاء الله بعد نص ساعة. فخرت اللحم طلعتها من الفرن، اخذت مني نص ساعة لان اللحم نص طياب، الخضرة ما تبيش وقت ويتحمرت لي. والتحميرة هذه سبب سكر الأليلوز، لان ضفتلها سكر الأليلوز، هي ما زالت ساخنة لكن بنحولها من الصينية. نقدر نحولها، نقول بسم الله الحمد لله فتحت ليش، ما انفتحتش صينية الفرن. وبنشوفوها من جوا، نقول بسم الله ونفتح الغطاء بتاعها. والله ريحة ما شاء الله، نشم في ريحة الفلفل وريحة إكليل الجبل. نحول المقطع، نفتح عليها، شوفوا هالفخارة الكيتو نشهت ولا لا. بسم الله، ونرفع المقطع عليها بشوية شوية، هنا هي ما زالت ساخنة. فتحت عليها، بصراحة روعة جميلة جدا. هذه المقطة اللي كانت فيها كانت كيف لاصق فيها الفلفل والروزماري، ريحة جنة، ريحة بصراحة ما نقدرش نعبر عليها. نقدر نقدموها في الغطاء ونشوفوها من جوا بعد شوية. هذه الفخارة الخبزة، كيف نشحت لي الخبزة، اللحم طايب، الثوم والفلفل بصراحة روعة وجميلة جدا، والخبزة ناجحة انها ما قعدت ليش، ما وصلت ليش الدهون والمية، ناجحة مظبوطة بصراحة. طبق رائع وجميل جدا، وان شاء الله صحة وفناء مع فخارة اللحم.